دشنت محافظة الوادي الجديد وحدة لصناعة البن بمركز التكوين المهني بالخرجة. يضم مشروع صناعة البن وحدة كاملة لتصنيع وتعبئة البن، كما يوفر العديد من فرص العمل للشباب في إطار الدور المجتمعي للمحافظة للقضاء على البطالة. وحدة تصنيع البن هدفها الأساسي أن تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل للشباب، توفير البن بأسعار منخفضة نظراً لعملية التسويق في المحافظة. البن هنا بالنسبة من ضمن هيتوزع على جميع أنحاء محافظة الوادي الجديد وبل محافظات أخرى. بالنسبة للبن برضك دي حاجة بتعتبر زي ما قلت في الأول فريدة من نوعها، لأن مش موجود في أي حتة وعليه الطلب الأيام دي وعليه إقبال غير عادي. فتم تنسيق بين السيد اللواء المحافظ مع مديرية التضامن بتوفير وحدة البن في المركز التكوين لتوفير فرص عمل للشباب. وفروا لنا 10 فرص عمل في مركز التكوين المهني بموضوع البن، والنهاردة ثقافة البن بقت منتشرة بصفة ودية وبصفة عامة. بالموضوع يعني مختلف على الأول خالص. النهاردة احنا بنجيب البن من أول الحباء الخضراء لحد ما يبقى فنجان البن اللي بيشربه المستهلك، ومن أول التحميص احنا بنشتغل بالتحميص، وبعد كده الطحن، وبعد كده التوليف والتحويج، كل ده وفرناه هنا في مركز التكوين المهني. انا حضرتك كلموني عن مركز التكوين فجيت هنا اتفرجت عليه، بالذات ان انا شاريه بن اساسا، فعرفت كمان ان هو تبع وزاره التضامن الاجتماعي، فقلنا نساعدهم في التسويق وناخد منهم جمله ونوزع، بالذات في محافظتنا سوهاج. والحقيقه هم عاملين شغل جميل جدا، وبالذات مساهمه مننا كمان لان هم بيشغلوا الشباب والشابات هنا، فالحقيقه حاجه جميله جدا. احنا بنشكر على وزاره التضامن وبنشكر كل العاملين هنا والقائمين على المشروع نفسه. يعني انا بشكر مركز التكوين المهني لصناعه البن وتعبئته، والحمد لله هي وفرت لي فرصة عمل ممتازة، ووفرت معايا كذا حد يعني نعرفهم وكتير من العمالة معانا. يعني بدنا ناخد خبرة كتير قوي في البن، وبإذن الله إن شاء الله نقدر نوزع بإذن الله على أنحاء جمهورية.